ما يفلت شيء. يتواصل تعليق القضاة للعمل للأسبوع الرابع على التوالي، داخلين في الجمعة الرابعة والمحاكم شبه متوقفة في بلادنا. الفتيل شعل بقرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضي بجرة قلم. شكارة متهم مرماها الرئيس في وجوه القضاة، افرز والبس اللي يناسبك، تحب زناء عنا، تحب رشوة عنا، تحب تدخل في مسار قضايا عنا، تحب تواطؤ مع إرهابيين عنا. وبالبالة تهم التهمة أشنع من أختها. القضاة بيجمع هيا كلهم السبعة، قال لك حاسب اللي غلط، ولكن المحاسبة تكون بمسار ضبط القانون، وعلى قدر جسامة الخطأ تكون العقوبة. عندك تفقدية وعندك مجلس أعلى للقضاء، أنت ما زلت كي عاينته على قياسك كيما تحبوا أنت. حافظ على الشكليات على الأقل، على العينين، خلي المجلس يخدم خدمته، يحيل القضاة على مجالس التأديب وقدامهم المحكمة الإدارية يتظلموا له. مش عيينا وإحنا نطبلوا ونذكروا والمحكمة الإدارية في وقت بن علي وبورقيبة أصدرت أحكام مضرب الأمثال؟ ما وعندكم فيها ثقة، وقضاتها ما عندهمش عقلية يغطيوا على بعضهم. مل عليش الرئيس اختار العزف المنفرد؟ شو يحب يقول الرئيس وهو يعاود علينا لين خفت يزيدوها للنشيد الوطني؟ دولة واحدة موحدة، هل يقصد دولة يحطها الكل في مكتوبه؟ لا، حتى لو جيت عمر بن الخطاب ما نجيش معاك، ما نكتبش كلنا عمر، اتهنى انت او غيرك. عمر بن الخطاب قام له مواطن، ما تذكرش كتب التاريخ اسمه، مواطن عادي في الجامع، قال له كان رينا فيك عوج نستويوه بسيوفنا. ما سيبوش عليه الميليشيات تسب وتنهش في لحمه، كانوا رجال يحبوا الراجل اللي يقول كلمته ذكر أو أنثى. قد يكون المسؤول من حيث المبدأ نظيف، ولكن الاستقامة والنزاهة مش بين هواء وفضاء، اختبارها الحقيقي ممارسة السلطة. نظيف وانت تقريله ما عندك سلطة على شيء، ما عنده حتى معنى. بالضبط كما واحد فقر يقول لك والله لو جاي عندي فلوس إلا ما نعطيك 100 مليون، ما تصدقوش، أما قل له بارك الله فيك على مياتي لين تجيه الفلوس. الاختبار وقت تكون عنده الفلوس، هل يعاونك أو لا؟ وما همش برشا اللي يعاونوك، وأقل منهم اللي كيعاونوك ما يذلوكش، ما يحسسوكش اللي أنت أقل منهم حتى لو كان خوك. عمري لا ننسى خويا سالم واني نقرأ في كلية الأداب في سوسة. خويا كان يخلص 90 دينار، ومع هذا كل سبت كان يحط لي 10 يا 20 دينار في الكتاب اللي يلقاه بجنبي، ما يمدليش الفلوس في يدي باش ما يحرجنيش. عمري ما ننسى وقفة أصحابي كم رضت بالكورونا. الأخوات من نوع هذا، الأصحاب اللي يحس بيك من غير ما تشكي، ما زال برشا منهم. نسأل ويهمني نعرف، والله قريب نغلق الشر والقضاة مضربين، وثلاثة منهم في إضراب جوع من الأربع اللي فاتت، السادة حماد الرحماني، محمد الطاهر الكنزاري، رمزي بحرية. نحكيه شوي عليهم، خلينا نعرف شكونهم وعليش مضربين على الطعام. سي محمد الطاهر الكنزاري من الأخوات من سليانة، بيو كان يخدم في الداموس، خرج منه بسقوط 90%، عنده 14 عام في القضاء، عدى 5 سنين في الكاف، قاضي رتبة أولى و5 قاضي ناحية في الدهماني، وعامين مساعد أول لوكيل الجمهورية في سليانة، واستقر به الحال قاضي أطفال في سليانة. المحكمة فيها نقص في القضاة، يستنجدوا به، يعوض في الدائرة الجنائية كل نهار 2، طيلة شهور عوض قاضي الأسرة وقاضي الشغل، اللي يخرج كونجي طاهر الكنزاري ما يقولش لا، يعوضوا باش ما تعطلش مصالح الناس. الناس اللي هما انتوما اللي تسمعوا فينا، فيكم اللي يكتب متشمت في القضاة ويستنى في ليستة ثانية وليستة ثالثة من الإعفاءات، تقول عندهم بونتو شخصي يا معلم، اش نحبوا المضرة لبعضنا. في جلسة 31 جانفي القاضي محمد الطاهر الكنزاري يلقى روحه في موقف استثنائي، زوجته
من 12 عام محامية تنوب في ملف الدائرة الجنائية اللي هو يعوض فيها، طالبة الإفراج المنوبها. سي محمد الطاهر قال الرئيس الدائرة نجرح في نفسي وما ننظروش في الملف أصلا. يجاوبوا رئيس الدائرة رانا باش ننظروا في الشكل، نفرجوا على المتهم أو لا، ماناش باش ننظروا في أصل القضية. ترفعت الجلسة وطلعوا البيرو رئيس الدائرة. في المفاوضة ما حضرش سي محمد الطاهر، من بعد ما خذوا القرار أعلموه به وصحح. وياليتو ما صحح، كان القرار هو الإفراج. برا أقنع اللي القضاة ما جاملوش زميلهم، وموكي تجي مع بعضها زوجته محامية في سليانة من 10 سنين قبل لا يتعين هو فيها قاضي، عندها ملف واحد آخر بعد أيامات قدام نفس الدائرة وفيه مطلب إفراج. كالعادة جرح في نفسه والدائرة رفضت، وتم تأخير الجلسة لتغيير تركيبة هيئة المحكمة باش يتجنب المشاكل. ما لقاوش شكون يعوض سي محمد الطاهر، رجعت هيئة المحكمة بنفس التركيبة الخماسية. تمت المفاوضة من غير ما يحضر القاضي محمد الطاهر الكنزاري، وتم رفض مطلب الإفراج عن منوب زوجته المحامية. بطبيعة الحال رد الخبر كان عجاجة للتفقدية، عيطولو جمعتين قبل قرار سيادته إعفاء 57 قاضي. حكي لهم اللي كنت نسرد فيه على مسامعكم وطلب شهادة زملائه بدءا برئيس الدائرة الجنائية، ما سمعوا حد، ويلقى اسمه من بين القضاة المتهمين بالفساد بأنواعه ويتم إعفائه. محمد طاهر الكنزاري ما نعرفوش، أما مواطن تونسي عنده كرامة يلزم احترامها. منطق أن القضاة لازمهم كما أسلاك أخرى ضربة بالمشطة باش يتفرق عش النمال. يقول الفرنسي ان كو دو بي دون لا فورميليير. المنطق هذا ما فيش احترام للذات البشريه، فيه انتهاك الحق الانسان في انه يدافع على روحه. مش الدكتور الحقوقي عمل كتاب سماه كتاب اسود باش تفهم احترامه للسود، حط فيه ناس عطت اعمارها دفاعا عن الحريات، فيهم اللي اواه، نحكي على منصف المرزوقي، فيهم اللي عاونوا في غربته في باريس، حط ناس لقى شكايات في حقهم قبل 14 شكايات ما هي صبة من زملاء ليهم اعتمدها أحكام قاطعة، ووسخ سمعة ناس ربما يكونوا أكثر استقامة ونزاهة منه. ما ناشدوش على الأقل بن علي، أما هو نشد وقال صوتوا لبن علي بالإجماع. القاضي محمد طاهر الكنزاري المضرب عن الطعام يخاطب في التوانسة، قال لي وريني ونغلط، أني عاونت الدولة باش ما تعطلش مصالح المواطنين، ورئيس الدائرة قدر أن وجودي في قضية تنوب فيها زوجتي غير موجب للقدح فيا كقاضي، شنو ذنبي؟ محمد الطاهر الكنزاري من مواليد 73 قرأ في كلية الحقوق تونس، شارك 5 مرات في الكتابي باش يولي قاضي ونجح فيهم 5، أما ما تعدى في الشفاهي كان في المرة 5. وارث 70 آر في الأخوات في سليانة، وشراه من عند عمته 1.5 هكتار، ما عندوش كرهبة ولا رخصة سياقة، كي كمل مخر من المحكمة يلزم يدبر شكون يوصله، ما عندوش دار ملك، كاري قريب من دار أنسابه. سألته قلت له الوقت إيش أضرب الجوع، هو ما سمعكم حد. جاوبني مانيش راجع إلا ما يرجع لي حقي وعمالتي على ربي. البلاد هذه احنا ترابها، البلاد هذه احنا ترابها، بلادي ترجعني. اسالوا عليا في الاخوات والكيف والدهماني وسليانة، اسالوهم هل محمد الطاهر الكنزاري القاضي فاسد او لا؟ دققوا ثبتوا شوفوا. رمزي بحرية قاضي اخر مضرب على الطعام، اصله من جبنيانة 38 عام، عنده 8 سنين في القضاء، خدم في جابس وصفاقس، آخر محطة ليه مساعد وكيل جمهورية في المهدية، عيطوله في التفقدية بعد 25 جويلية. التهمة أنه ما عطاش أذون تفتيش. يقول القاضي رمزي بحرية أني كقاضي نقرر حسب المعطيات المتوفرة قدامي، وإذا الموضوع من اختصاصي أو لا نقرر نعطي الإذن بالتفتيش ولا نرفض. أعطيت آلاف الأذون ورفضت مئات، كي يتعلق الأمر بجريمة نعطي للفرق الأمنية أذن التفتيش، أما كي تجي تقول لي باش تعمل تفتيش في إطار التوقي من الجريمة أو من الإرهاب قلك مش اختصاصي. قانون الطوارئ متاع 78 الفصل 8 منه
يعطي اختصاص أذون عملة تفتيش محلات السكنة لوزير الداخلية والولايات، كل واحد يخدم خدمته. بعد ما سمعوه في التفقدية أوسط بحفظ الملف، يلقى روحه معفى من بين 57. يقول القاضي رمزي بحرية: شنو الضمانات اللي عند القاضي إذا تعزلني اليوم لأني ما أعطيتش إذن تفتيش؟ وكان أعطيته وصارت مصيبة مات حد، شكون يتحاسب؟ غدوة كي يحكم قاضي بالإفراج تعزلوه زادة، وكي يحكم بالاحتفاظ يولي مطلوب، في الحالتين ما عنده ونهرب. حماد الرحماني ثالث المضربين عن الطعام، قاضي معروف باستقلاليته، كلمته يقولها ما يخاف من حد. طعن في قرار إعفائه رغم الرئيس حسن قراراته من أي طعن، تقول أحكام سماوية يلزم تقابل بالسمع والطاعة. طعن في قرار إعفائه وعنده ثقة أن المحكمة الإدارية قادرة تحكم وتسقط قرار الرئيس لأنها تحكم باسم الشعب صاحب السيادة. يقول القاضي حماد الرحماني: الرئيس تم تضليله، أعطاوه ملفات فارغة لكن صوروا له أنه الفساد يوفى بعد ما يتم إعفاء أصحابها. ما هوش خايف ولا ناوي يرفع إضراب الجوع، أعطيني أش عندي، شنية تهمتي، مستعد يناظر على الملأ أي طرف لكشف الحقيقة للرأي العام. اللي يهم محمد الرحماني أنه يرفع الغشاوة على العينين، حتى حد ما عنده الحق باش يلطخلو سمعته وينعته بالفساد هو يقعد يجري باش يثبت العكس، يطالب بحقه. ما تجبدش اسمي على لسانك، مش تشوهنا وتحط السكين على رقبينا وتسيبنا في الهواء الطلق نواجه ميليشيات وروابط حماية الثورة في نسختها الجديدة. التاريخ يقول لنا اللي برشا بداوا ثوار وانتهوا قتل شعوبهم شرقا وغربا، فردوا بالنا يهديكم.